عليكم ومرحبا بكم معنا في قناه ام جنات. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وديما لي فيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. كما شفتوا تحت يعني غتشوفوا العنوان اليوم ان شاء الله اش غنحضر معكم. غنحضر معكم بسبوسه فرضيه او يعني فهاد الليمون ديال الكيش كتجي رائعه رائعه في المنظر وفي المذاق وفي الشكل كذلك كتجي هشيشه ورائعه البنات. نتمنى انكم تجربوها حتى اللي ما بغاش ديرها في هاد الليمون ديال الكيش الا كتخاف منهم انهم يلصقوا. بطبيعه الحال راه ما كيلصقوش الا دهنتهم مزيان راه ما كيلصقوش. يمكن لها ديرهم غير في هذا المول كبير ماشي مشكل. وكتخرج تبارك الله 24 قطعه غير حبتين من البيض يعني كتخرج كميه كبيره غير بجوج حبات ديال البيض. غتشوفوا ان شاء الله كي كتخرج كتجي رائعه رائعه البنات. نتمنى انكم تشاركوها معايا يعني تشاركوا هذا الشيء معايا وتطبقوها ان شاء الله يعني جاوبوني في لي كومونتير كي جاتكم ان شاء الله. كتجي صراحه غزاله ولذيذه. يمكن لكم هكا تقدموها للضيوف ديالكم او يديوها وليداتكم الكوتي ديالهم علاش لا. كتجي رائعه وهكا في لي مول الفردين كتجي متوله اكثر من اننا كنديروها في المول الكبير. داكشي علاش انا شاركت معكم لي مول هكا الفردين. يمكن لكم ديروا حتى المول الكبير ما كاينش اشكال كل وحده المستطاع ديالها. اذا كنحتاجوا لها ان شاء الله كاس الى ربع ديال السكر سنيده يعني كاس ما عمرش علاش ما كثرناش الحلاوه. يمكن لكم تزيدوا الا بغيتوا حيت كاين السيرو غنسقيوها بها ان شاء الله. هاد البسبوسه كاين واحد السيرو غنسقيو بها. كاس ما عمرش ديال زيت المائده كاس ديال عصير الليمون. يمكن اللي ما عندهاش الليمون تبارك الله متوفر دابا هذه وقيتو وهذا هو لوقيته ديالو. يمكن لكم ديروا عصير ديال المندرين يعني اللي بغيتو ماشي مشكل. يمكن لكم تعصروا المندرين او هنايا عصير ديال جوج ليمونات متوسطين كيعطيكم هذا الكاس. نحتاجو كاس ونص ديال السميده الخاصه بالحلويات الخاصه بالحرشه. هنا دايره كاس ونص يعني كيبقى تتبقى السميده على حسب الخليط وعلى حسب الحجم ديال البيض. هذا هو يعني السميده غنبقاو نضيفوها حتى نشوفوا الخليط كي غيكون عندنا. هنا قبصه ملح. هنا 4 معالق ديال جوز الهند او الكوك 4 ديال المعالق كبار. هنا جوج بيضات. هنا حبه ديال التفاح صراحه كتجي هشيشه بهذا التفاح. علاش كدرنا التفاح؟ لان كيهشى وكتجي رائعه. انا هنا نكهت بزهره البرتقال. يمكن لكم تنكهوا بالفاني او قشره البرتقال اللي عندكم ما كاينش مشكل. وكيس ونصف من خميره الحلويات يعني كيس ونصف من خميره الحلويات هو عندي النص هنايا وعندي كيس هنايا. اذا اول حاجه البنات غنبدا بها هما هاد الليمون ديالي ان شاء الله غندهنهم مزيان باش ما يلصقوش ليا نهائيا. البنات حاولوا تدهنوهم غير بهذا بسميتو بالزبده السميده او يمكن لكم ترشوهم حتى بالكوك. الا رشيتهم بالكوك نهائيا ما تيسقش لان عرفت الكوك تيكون يدم كيزيد يدمهم وما كيخليهمش نهائيا يتلصقوا لك. يعني هذا هو السر علاش الا بغيتوا خفتوا انكم انكم يتلصقوا لكم بهذا بالكوك بالسميده حاولوا ديروا الكوك لان الكوك عرفناه ميدم وكيزيد يدم لينا الليمون ديالنا. اذا غندهنهم هكا مزيان وغنرشهم السميده او الكوك اللي بغيتو اختياري ونرجع معكم من بعد. كما كنشوفوا البنات بعد ما انتهيت انني دهنت الليمون ديالي الليمون ها هما البنات ها مدهونين مرشوشين مزيان وكاين اللي دهنتو ما كرشتهم بالكوك. يعني اللي خفت اكثر انا صراحه كندير لهم السميده ما كيوقع لهم والو. يعني اللي خفت اكثر دير الكوك. اذا غنبداو ان شاء الله على بركه الله بسم الله. يعني اول حاجه غنديرو هو غنديرو السوائل. غنقرب شويه هكا الكاميرا. نبدأ ان شاء الله بالبيض هو الاول. كيجيو صراحه رائعين يعني الشاش غير جربوهم كياخذوش نهائيا الوقت والله كيوجدوا داك كي طيبوا. غنديروا كاس ديال الليمون على السوائل كاملين وغنديروا كاس ديال الزيت ما عمرش اوبس وغنديروا معهم سنيده عفوا يعني كاس الا ربع. غنديرو شويه ديال الملح وغنخلطو هاد السوائل هما الاولين مع ديك السنيده تذوب لينا السنيده. هاد الفوايه كاين يداوي وغنضيف الكوك وبعض معاك الكوك الكوك كيجي رائع حتى هو كيعطي واحد التعليكه تو الكوك كيعلق خصوصا الا كان داك الكوك رقيق اللي ميدم تحاول تشوف داك الكوك الناشف. وعندي ديك التفاحه راني حكيتها يعني استغليت الفرصه وحكيت التفاحه بقات الحكاكه الغليظه كي كتجي هشيشه كتعطي واحد المذاق راه وقيت التفاح هادي. وكذلك الليمون راه موجود الحمد لله نستغلهم في وصفه بحال هكا
غندير داك النكهه ديال زهره البرتقال. قلت لكم كنكه، قلت لكم قشور ديال الليمون او الفاني اللي كان عندكم، ما كاين حتى مشكل. انا غنفضل هاد زهره البرتقال لانني اصلا فيها الليمون، حاجه رائعه. نخلطو مزيان. دابا غنجيب واحد الصفايه باش غنصفي ديك السميده. غندير الكاس الاول بهاد الطريقه، مع نصف خميرة الحلويات. شجونا شويه من فوقي، اللي بغى يدير جوج اكياس ماشي مشكل، ما كانش اشكال، بغاهم اكثر من فوقي. غندير كيس ونصف، انا كيس ونصف نغرب لهم طريقه ونحرك ونشوف، يعني لان السميده غتبقى لنا على حسب الخليط. ندوز نحرك ونشوف كما قلت لكم، حيت الخليط ما غيجيش ناش خفيف وما غيجيناش جاري، يعني غيجي ما بين وبين، يعني ما بين وبين كما قلت لكم، ما غيجيش خفيف وما غيجيش جاري. هادو ديال السميدة ماشي مشكل، والحبات ديال السميدة دير من نحيدهم، راني حيد هادوك ديال السميدة، حاولوا تحيدوهم هكا لبان لكم راه غير هادوك كيكونوا في السميدة. غنزيد لان باقي خفيف، غنزيد نصف كأس من السميدة نغفلو. دابا نخلطو الخليط مزيان تيتجانس لينا ونرجع معكم من بعد. كما كتشوفوا يعني الخليط راه ما خفيفش وما تقيش، كيجي على هذا الشكل الخليط ديالنا، يعني ما كيجيش خفيف وما كيجيش ثقيل نهائيا. اذا غنخليه واحد 10 دقائق يرتاح لنا الخليط ويشرب ديك السميده هذه المقادير مزيان، ونرجع معكم في هذه الاثناء. غنمشي انا نغض الفرن ديالي يسخن ونرجع معكم ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا من بعد ما دازت 10 دقائق شفتوا الخليط راه بدا كيتقال، يعني تقال لينا، شوفوا راه الخليط بدا كيتقاد. دابا غنبدا نعمر هادو الكليمول ديالي، وهنايا اختاريت التزيين. هنايا عندي كاوكاو كونكاسي، يعني ديروا لوز ايفيلي سميتو كاوكاو ايفيلي، ما كاين حتى مشكل، اللي بغيتو تزينو به او ما بغيتوش تزينو ما تزينوش، انا هذا هو اللي متوفر عندي، يمكن لكم تزينو باللي متوفر عندكم، تبقى اختياري. اذا ناخذ الليمون ديالي غناخذ هكا، غنقرب لكم، ناخذ هكا معلقه حتى جوج معالق، نعمر بهم هكا الليمون جوج معالق تقريبا ما عامرينش، باش نخليو لهم فين يتنفخوا. غنبدا نعمرهم وندخلهم الفران نطيبو هكا لي كيك ديالنا، يعني عادي نطيبو لي كيك، يعني طيطيبو من التحت ونطلعو من الفوق يتحمرو، يعني كل وحدة والفران ديالها، يعني كان الفران كيبقى كل وحدة وكتعرف كتعامل مع الفرن ديالها. اذا يعني غنعمر هكا الليمون ديالي وغنرجع لكم من بعد. كما كتشوفوا دابا راه عندي 12 قطعه هنايا، يعني هادو هما اللي متوفر عندي، غنطيبهم ونخرجهم ونعاود نعمرهم، يعني باقي الخليط ما كيبقى له والو، يعني ما تخافوش ها هو كيعقد، يعني غنطيبهم يعني دغيا وغنخرجهم وناخذ عاوتاني ليمون باش نعمر هادو. يعني تبارك الله كيخرجوا اكثر من هذه الكميه، يعني كميه مضاعفه كما العاده. غناخذ هذاك كاوكاو كاسي غنحاول نزين به الوجه ديالهم هكا عشوائي، زينو بطريقه كلكم لو ما بغيتوش تزينو ما تزينوش، اكتفيو بهم هكذاك. غنزينهم انا الوجه ديالهم كامل ونرجع معكم ان شاء الله، وندخلهم دابا الفرن ونرجع معكم باش نشوفوا السيرو ان شاء الله اللي غنسقيو به هاد البسبوسات ديالنا. يعني كما كتشوفوا بعد ما دخلتهم الفرن راهم في الفرن كيطيبوا، غنخليهم يطيبوا من التحت ويتحمروا من الفوق. غتشوفوا غير في الجنيبات انهم بداو كيتحمروا الجنيبات، يعني كيدل انهم راهم طابوا من التحت، بقى لكم غير حمروا الوجه ديالهم. راه كيطيب الكيك يعني عادي. هنا عندي نص كاس ديال بالنسبه للسيرو غنحتاجوا نصف كاس ديال السكر سنيده، وهنايا طرونش ديال الحامض يعني باش تنكهوه، يمكن لكم ديروا حتى معلقه ديال الكونفيتور ديال المشمش، يعني اختياري، الا بغيتوا ديروا ديروا، ما بغيتوش ما متوفر عندكم ديرو، ما متوفرش عندكم
ما ديروش، غندير حتى الفاني، غنزيد الفاني واحد ساشي ديال الفاني وكاس ديال الماء، وغنديرو فوق النار تذوب السكر سنيده نهائيا، ما بقاش يبان ليها هكا حبيبات. ونحيدو ان شاء الله، نحيد هذاك الطرونش ديال الحامض، وكيخرجوا البسبوسه ديالنا غنسقيهم بهذا السيرو. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طابوا البسبوسه ديالنا هما سخانين، البنات راهم سخانين، هذا طابوا شي واحد المزال تحمر مزيان، راهم باقي فوق، غنسقيهم غير هكا معلقه وحده ديال السيرو نهائيا البنات، ما تزيدوش لان لو زدتو غادي يتفرتت، لان اصلا هما هشاش. وغنخليهم حتى يبردوا مزيان تماما، عاد نسلتهم من المول ديالهم، يعني غديروا غير هكا معلقه وتصبوا هكا من الفوق، راه كتشرب هما سخان دغيا كيشربوا. ما تحاولوش تكثروا من السيرو، لانه ملي كثرتو غادي تفرتتو، هي اصلا كتجي هشيشه. السيرو شتو من بعد ما طاب كيجي هكا على الطريقه، هي معلقه صافي قاضيه الغرض كما كنقولوا. شربنا، غنخليهم حتى يتشربوا، عاد نسلتهم بطريقه سهله، غتاخذوا هكا موس او معلقه وغتهزوهم غير هكا من القنت وغيتسلتو معاكم. دابا راه سخان، ما غنسلتهمش باش ما تفرتتش ليا، يعني غديروا هكا وغتقلبوها بهذه الطريقه وغتسلت معاكم بسهوله. اذا ان شاء الله غنتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالهم. تنتمنى ان وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تلقاو مع الشكل النهائي ديال البسبوسات ديالنا. الحرشه ديالنا من بعد ما رشيتهم انا بشويه ديال الكوك من الفوق، تنتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم. دعموني بلي لايك، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.